واحنا هسه محضرين لكم سحور، او بالاحرى مريم حضرت لكم سحور. انا حابه اعرف هذا السحور الشيء شنو اللي يسمن اللي يزود وزن. لا انا ما اسوي اشياء تسمن ابدا، خاصه عندي فقره السحور كلش مهمه. بالفطور ممكن ناكل عادي، بس عندنا فقره شنو السحور اسمها لأن... شنو اسمي؟ هاي انا اخترعت اختراع اختراعك عبالك هاي التركيه. اي بالضبط، هاي اللي تصير طبقات مال العجينه مال البقلاوه. مال البقلاوه بالضبط. وحشيتها نعم الجبن موزاريلا، وخليت وياها دجاج وفلفل الوان وبصل، وحمستهم بزيت الزيتون، او عندك استخدمي دهن حيواني، حتى انا الزيت ما احبه اصلا، لو زيت الزيتون او دهن حيواني استخدم، وحمستهم وبعدين خليتها طبقات، طبقه خليت بها الجبن والعجينه هاي مال الخفيفه تصير كلش، حتى مو ثقيله، والدهن خليت شيء قليل يعني. هاي بالسحور كلش خفيفه ومو ثقيله، والبهارات يعني انا اخلي كل شيء قليل، ما اخلي هواي بهارات حتى لا يصير واحد عنده جالي هواي تفاصيل يعني. يعني تعرفين بالليل الواحد ياكل بعدين مباشره يروح ينام، يعني ثقيله كل شيء ثقيله، حتى تعطش تصير اذا بها بهارات. اي كلش اي بالضبط. زين يعني ما خليتي لها الخلطه مالت الصلصه اللي هي بيض وحليب او لبن؟ لا ما خليتها، هي بس طبقات الجبن، وهاي الطبقه خليتها وياها، والحشو هاي مال الدجاج، وانت كيف عجبك دجاج او لحم، بس هي دجاج اطيب تصير بيها. حتى خضره ممكن الدجاج. اي انا خليت وياها فلفل الوان، وانت براحتك شنو تحبين تخلين بينها وجبن، ممكن اي هم تطلع كلش طيبه. اي هم تطلع طيبه، بس حاطه على الوجه سمسم وحبه سوداء. اي بالضبط زينه. هاي يعني ديكور لو على مود الطعام؟ لا يعني ديكور وطعم يعني عادي. الاثنين ديكور وطعم على فكره. ترى السمسم كلش مهم يدخل بنظامنا الغذائي. ليش دائما يقول لك حاولي دبسي وراشي تدخلي بالنظام الغذائي عندك، لان كلش هواي بي فيتامينات وفوائد للجسم ضروريه. انا احب الحبه السوداء على المعجنات كلها بصراحه. كلش طيبه تطلع. طعمها احبه وهمين شكلها حلو. اريد اعرف انه هاي ممكن نخلي مثلا بس طبقه هذه العجين وطبقه جبن، عجين وجبن، ولا شلون ممكن؟ اي ممكن هاي العجينه هي كلش خفيفه. أي. مثل مال الكاهي بالضبط صايره. تقدرين انت اي حشوه اللي تعجبك انت تسويها، ماكو فد مشكله يعني. تريدين دجاج، لحم، اجبان، كيفك واحد يتحكم بها، بس هي نفس الطريقه مثلا تخلين وياها هم كلش طيبه تطلع وياها جبن. بالفرن ما طولت تقريبا 15 دقيقه، سهله وسريعه كلش. حلو تفيد السحور كلش. كلش حلوه وخفيفه.